احنا اليوم في اطار الفيدراليه وبدعم من جهه الدخله وادي الذهب المزيد الجهه وبتعاون مع المديريه الجهويه لقطاع شباب قطاع شباب بجهه الدخله وادي الذهب تنظم المرحله الثالثه من المخيم في اتجاه مخيمات شمال المملكه في اطار برنامج الوطني للتخييم المنظم تحت رعايه السامي لصاحب الجلاله ايده الله. والمشاركه ديال الاطفال اليوم تقريبا قرابه 360 الى 400 طفل اللي تمشي ان شاء الله المخيمات المتعدده في شمال المملكه. فرصه للتكوين، فرصه للاعتماد على النفس، فرصه لاكتشاف الوطن، فرصه للتعارف، ونتمنى ان شاء الله الاطفال ان شاء الله يمضوا مخيم طيب ان شاء الله. وشكرا لكم الجسم الصحفي بجهه الدخله وادي الذهب على الدعم وعلى المسانده الدائمه. اجمالي المشاركين في المخيم، اجمالي المشاركين في المرحله هذه 870 مشارك تقريبا. المراحل هذه المرحله الثالثه، المراحل اللي قبل منها ما عندي احصاء تقريبا، ولكن قرابه تقريبا حتى يجي 400 ولا 500 اللي فات مشات. بالنسبه للمناطق، واش كاين مناطق جديده اللي مشوا لها العام ولا نفس؟ هي المراكز مفتوحه هذه السنه، يعني كاين فيها خصائص على مستوى المملكه، ولكن كاين الناس اللي جالسه مخيم بابو دير بتازه، كاين اللي جالس العرائش، كاين اللي جالس المعموره، كاين اللي جالس يعني افران، عده مناطق اللي كتنتظر. عقب الازمه وكورونا والتداعيات ديالها، واش لمس شنو الشغل كان ديال الاطفال؟ فعلا هي كانت عقب يعني كورونا وكوفيد كانت فرصه للاطفال باش يسترجعوا يعني نشاطهم ويسترجعوا هذا الاستفاده ديالهم اللي هو حقهم في التخييم، واللي بطبيعه الحال مجلس الجهه كان يرصد ميزانيات اللي هي متميزه جدا في السنوات الفارطه، والان كذلك رصد ميزانيه استثنائيه من اجل باش يشاركوا الاطفال عقب هذه الازمه ديال كورونا. شكرا. هذه يعني المرحله داخله في البرنامج الوطني للتخييم عطله للجميع، وهي مرحله ثالثه. من هذا المنبر ضروري ان نشكر الجهه على توفيرها لهذا النقل لهذه الوليدات. بطبيعه الحال كذلك نحن جد سعداء اليوم، لان اليوم تنطلق تقريبا حوالي تقريبا 800 طفل او 900 طفل تقريبا من جهه الدخله وادي الذهب صوب يعني الاقاليم الشماليه. الفرحه كيف ما كتلاحظوا تعلو على يعني ملامح الاطفال والابتسامه اللي على وجهات الاطفال، هذه الابتسامه اللي نحن نقلبوا لها، يعني ما نلودوا لاي حاجه ثانيه. كذلك كما تتعرفوا بانه هذا التخييم هو عباره عن يعني تتويج للانشطه اللي كيقوموا بها الوليدات وفي دور الشباب وكينشطوا على طول السنه، وبالتالي كتكون هذه المرحله مرحله تتويجيه وتشجيع لهم، لانهم كيمشوا يعني يبذلوا واحد المجهود اضافي، يكتشفوا واحد المجموعه من يعني من الامور اللي هي ربما ما تكونش عندهم هنا في الجهه. مساله اخرى انهم حتى كذلك تدخل كذلك في التربيه على المواطنه، تدخل كذلك في صقل المواهب للاطفال يعني والشباب اللي كيمشوا يعني يسافروا في هذه المخيمات. وكما تتعرفوا يعني هذا الشيء كله يصب في يعني في المسائل الايجابيه. نحن بطبيعه الحال مع الشركاء ديالنا القطاع الوصي على الشباب، وهو المديريه الجهويه للشباب، كذلك الشريك ديالنا الاساسي وهو جهه الدخله والذهب. وكما تتعرفوا بانه التخييم في الجهه يراسه السيد الوالي المحترم، هو رئيس اللجنه الجهويه للتخييم، والحمد لله كاين جهود مبذوله من اجل اسعاد هذه الوليدات وهذه الفلاذات الاكباد. نشكر من هذا المنبر كذلك السيد الوالي ديال الجهه، والسيد رئيس الجهه، والسيد المدير الجهوي ديال الشباب قطاع الشباب. كذلك نشكر الشركاء ديالنا وهما يعني سيتيام، شركه سيتيام، شركات النقل سيتيام وسوبراتور. كذلك لابد ان نشكر يعني واحد المجموعه من يعني من الجمعيات والمنظمات اللي ساهمت في يعني في صقل مواهب الاطفال والتربيه على النشا، وهذا يعني الناشئه تربيتها تربيه صحيحه. الهدف ديالنا الاساسي في هذه الجهه وهو ان الوليدات يطلعوا ايجابيين، وما نخلوهمش يطلعوا يعني ويكبروا بالسلبيات، ويعني وهكذا. وكنشكركم كذلك الصحافه المتواجده.